هنعمل النهاردة العيش البلدي الطري بدقيق الشوفان، عيش صحي مناسب جدا للرجيم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. عندنا 5 جرام خميرة طازة، لو خميرة جافة تبقى معلقة صغيرة. هنحط عليهم كوباية مية دافية 250 ملي ونقلب كويس، وبعدين هنحط معلقة صغيرة من العسل. بعد ما هنقلب كويس هنحط معلقة كبيرة من الزبادي ونقلب، وبعدين 2 كوباية من دقيق الشوفان الناعم، كل كوباية تقريبا بتبقى 100 جرام، يعني كلهم على بعض هيبقوا 200 جرام من دقيق الشوفان. هنغطي الخليط ونسيبه يرتاح حوالي نص ساعة. لو دقيق الشوفان مش متوفر ممكن نستعمل حبوب الشوفان نطحنها في البيت في الكبة، بس أهم حاجة نطحنها ناعم جدا. بعد مرور نص ساعة هنضيف ربع معلقة صغيرة من الملح، 1.5 كوباية من الدقيق كامل الحبة، هنضيفه بالتدريج شوية بشوية ونقلب. كمية الدقيق كامل الحبة كلها على بعض بتبقى 200 جرام. هنلم العجينة بحوالي معلقة صغيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي متوفر، هنعجنها كويس تقريبا من 4 لـ5 دقايق لغاية ما نحصل على عجينة ناعمة وطرية. هنقطع العجينة ونكورها كور متوسطة الحجم حسب مقاس الرغيف اللي احنا عايزينه. أنا عملت رغيفة متوسطة في الحجم فادتني تقريبا 5 ترغفة.
هنفردها برشة من الدقيق كامل الحبة بسمك تقريبا نص سنتي. في طاسة سخنة على النار هنحط العيش، هسيبه تقريبا دقيقة لغاية ما الوش بتاعه يتشمع وعلى وشه يطلع زي فقاقيع، بعدين نقلبه هتلاقيه يبتدي يتنفخ ويبقى رجيف حلو جميل. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.